الوحدات الفرعية للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالوادي من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في سرقة المركبات والسطو على المنازل ومختلف المنشآت، وهذا بمعالجة عدة قضايا متفرقة تم من خلالها توقيف 8 أشخاص متورطين في السرقة والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم. عولجت هذه القضايا على إثر التدخل الفوري لوحدات المجموعة باستغلال عنصر الاستعلام وتكثيف البحث والتحري والتعمق في التحقيق، أين تم تحديد هوية أفراد الشبكة الإجرامية ورصد تحركاتهم والعمل على استدراجهم للإيقاع بهم، وهذا بإشراك أفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بوادي العلندر. التدخل السريع والفعال لأفراد الدرك الوطني بالوادي مكن من تفكيك الشبكة الإجرامية وتوقيف عناصرها 8 مع استرجاع المركبة محل السرقة. محافظة على السكينة والأمن العموميين، تمكنت الوحدات الفرعية للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالوادي من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في سرقة المركبات والسطو على المنازل ومختلف المنشآت، وهذا بمعالجة عدة قضايا متفرقة تم من خلالها توقيف 8 أشخاص متورطين في السرقة والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم. عولجت هذه القضايا على إثر التدخل الفوري لوحدات المجموعة باستغلال عنصر الاستعلام وتكثيف البحث والتحري والتعمق في التحقيق، أين تم تحديد هوية أفراد الشبكة الإجرامية ورصد تحركاتهم والعمل على استدراجهم للإيقاع بهم، وهذا بإشراك أفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بوادي العلندر. التدخل السريع والفعال لأفراد الدرك الوطني بالوادي مكن من تفكيك الشبكة الإجرامية وتوقيف عناصرها 8 مع استرجاع المركبة محل السرقة. فور الانتهاء من التحقيق سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.